السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده موقع بيحمل لي السايت بتاعي، أقدر أجي هنا أقول له أنا عايز أختار المكان اللي أنا أشتغل عليه، ولكن مثلا تركيا، وبعد كده أقول له إيجيبت، وبعد كده إيجيبت طبعا كايرو والقاهرة. طبعا كايرو هتلاقيها مليانة أماكن كتيرة. طيب هنا بيقول لي الفيوتشر ده للسان رايز والسان سيت والداون عند ذا سكايم، يقول الجدول اهوت النهارده بعد يوم بعد يومين هيبقى السن راس قد ايه، السن ست قد ايه، اللينس قد ايه، الشنج وهكذا، كل المعلومات اللي محتاجها. الجراف اهوت ده بالنسبة لي السن شاين بريك داون داربنس، يجيب تحليل برضه للسن باص دايجرام المنطقة اللي انا اخترتها، الجراف اند ايرث اوربت بالشكل دوت. فيقدر يجيب لي معلومات كاملة، أقدر أخد سيلكت العناصر دي وأحطها على السيل اللي أشتغل عليها. دي كل المعلومات الخاصة بالموقع اللي أنا هبدأ أشتغل عليه. فهو موقع ظريف اسمه GAISMA. تقدر هنا تقول له find nearest location وتديله المكان، هو يحاول يحدد المكان اللي أنت موجود فيه. طبعا انا موجود هنا في قطر، فبختار اقرب مكان ليا، فبيبدا يجيب لي كل المعلومات الخاصه بالشمس والسانسيت والداون في المكان اللي انا موجود فيه.